هذا معرض مطايا ها؟ معرض مطايا نعم. ما شاء الله ولا نعم خلق هذا ما شاء الله تبارك الله. تعال خلنا ناخذك معنا في الصور. ما شاء الله تبارك الله يعطيكم الصحة يعطيكم العافية ما شاء الله تبارك الله ما عليكم زود. اليوم عندنا طال عمركم نبدأ من هنية أسلم. عندنا الآيات القرآنية اللي مكتوبة فيها ليفل زي ما انت شايف ذاكرينها هنية وموجودة طال عمرك. حلو. عندنا هنية حضارة ليفل زي ما هو واضح قدامكم. حضرة ليفل عند العرب عندنا يا البدو عند انت عارف عن العرب ترحال اللبس المال المهن الرياضة زي الرياضة عندنا اللي هي مزايانات سباق الهجن زي ما انت شايف يا ابوي كلها موضحة هنية بصور شفت ما شاء الله. الحرب تستعمل قديما للحرب صحيح عند البدو عند تأسيس الدول عند غيرها كثير من دول العالم زي ما انت شايف. هذه طال عمرك اسماء البل ما شاء الله القرآن الكريم ما شاء الله مذكوره كلها هنية مع الآية اللي ذكرت فيها زي ما انت شايف الناقة البدن. الله في قصيدة لجميل بوثينة يقول حلفت بالبدن تدمى نحورها لقد شقيت نفسي بكم وعنيت. الله الله يا جميل بوثينة مين فيكم يحب جميل بوثينة العير الجمل هيم جماله الله من الأنعام العشار. هذه أسماء البل يا أخوان ما شاء الله. متربعا على عرش الآثار الفريد فارتبطت الإبل في أول ذكر تاريخي للعرب. هذا نص صاع مصنوع من جلد الإبل صاع معروف عند البل معروف الصاع معروف. هذه السنة النبوية اللي مذكورة فيها الإبل ذكرها الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه وعلى صحبه أجمعين. هذه جميلة جدا اللي الشاشة هذه الأمثلة هذه الأمثلة يقول لك أطلقوا عليها الموسم هذا الإبل عز لأهلها وفيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم. أشهر الأمثال الخاصة بالبل عندك هنا أشهر الأمثلة إيه بشط القصيدة يقول الجمل لا طاح كثرة سكاكينة وأنا لا طحت كثرة بني عمي. الله أكبر. هنا يقول لك لا ناقة لي فيها ولا جمل. الله 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 عقولها وتوكل عند العالم معروف عند البدو معروف عند العرب هكذا يا سعد أسبابها زي ما تشوف القشة التي قسم الظهر البعير إذا طاح سببها مثلا عقلها وتوكل عقلها وتوكل إيش شوف الأسباب اللي عقلها وتوكل. أصلا حديث عن عمر بن أمية رضي الله عنه أن رجل قال للنبي الله صلى الله عليه وسلم ناقتي وتوكل فقال له عليه الصلاة والسلام عقلها وتوكل صحيح ابن حبنان زي ما انت شايف واصبحت تضرب بالأمثال. عاد كثير منا يعرفون المثل العربي القشة التي قسمت ظهر البعير القشة التي قسمت ظهر البعير يضرب للأمير اليسير اليسير الذي يحدث أثرا كبيرا للأمر اليسير بالضبط وكذلك اللي هو المثل هكذا يا سعد تورد البل تقال لمن قام بعمل شيء ولم يحسن ها انت ما تسوي شيء وما تحسن يا ذيبان كف والله انك كف كفو اسماء الابل يا اخوان ها تعالوا شوفوا هذه ذكور الابل خلي المتابعين يستفيدون بعضهم ما يعرفون هذه الأمور ها اقروا اقروا استفيدوا عندك هنا بشكل عام عند شبه الجزيرة العربية بعضهم يقول بيستغرب الأسماء بس إنهم جايبين أسماء بشكل عام على أسماء الجزيرة إيه الله الله زي ما تشوف الهمل الهمل عندنا معروفة الناقة اللي بدون راعي الهمل الله الله الناقة اليوم الحرام هملة إيه نعم عي طموس الناقة الحسنة التامه في الخلق هذه العي طموس تدري اول مره اسمع بالاسم هذا مع من عي طموس هذا زين لا بس انا اول مره اسمع بهذا الاسم من شاعركم شو اسمه الفراعنه والله اني اقول وش ذا العي طموس من وين جاب ذا العي طموس هذه هي العي طموس الزين الله يعني زين الناس مجموعة الابل يعني مجموعة من 3 الى 20 ما يقارب 20 ناقه قال هذا الذود الهجمه المتن احفظ احفظ الذود يطرق على ايش قطيع من النوب من 3 الى 20
والهنيدة يطلق على الماء من البل، والصرمة يطلق على قطيع الإبل من 20 إلى ما يقارب 40. ما شاء الله. الهجمة يطلق على قطيع الإبل من 40 إلى 100، والعرج يطلق على قطيع الإبل من 500 إلى ما يقارب 1000، والجرجور يطلق على العدد الهائل من الإبل. الله يرزقني وإياكم بالجرجور. آمين. الله يجيب لنا وإياكم الجراجير. قول أمين. تبغى الجرجور يا بيمان؟ أبشر بالجرجور، راح يرزق في هالجمعة. هذا وش هو؟ هذا الخرج. وش تسوون فيه الخرج؟ شنطة البدو. هذه الشنطة حط فيها شانل فرزاتشي. ها شوف الشناط اللي ينعم. صح، لازم تسوي براند انت خاص فيك. ايه؟ شركاتك ان شاء الله براند خاص. شنطة القيصر بنفس الفكرة. والله يا اخي تراني انا براند، لازم اسوي لي براند زي كذا. والله مبدع في مجالاتك كلها. بقى تعاون انا وانت، لازم نسوي تعاون. انت تعطيني الافكار هذه الصعبه. انا تعرف ثقافتي كلها اوكرانيه. انا ماركه وبراند وتمشي معه. ما شاء الله تبارك. وهذا وش هو ذا؟ بعد شنطه؟ هذا بعد الخرج. او خرج. الله عليك. الله والله استفدنا منك اليوم. الله يطول عمرك تحت امرك. ان شاء الله عليك. هذا الفرق بين الجمل ذو السنام وذو السنامين زي ما انت شايف. الجمل العربي ذو سنام. الحين عندنا في الجزيرة أبو سنامين ولا بس برا؟ ما عندنا في الجزيرة ولا هو لنا. ما تعرف ولا هو لنا أصلاً. مرة. الجمل العربي. الجمل البكتيري ذو السنامين. جماليات الإبل. ما شاء الله. هنا طال عمرك بعض المبادرات من نادي البل. نعم. عندك مثل مبادرات نادي البل شفت عمرك. مرجع الملك عبد العزيز مبادرة تحكمها وثقها رحلة نادي الإبل ندخل على وثقها. هذه البعارين المنتجة يا سلام اللي تشارك المزاين يوثق سلالة بعيرة ياخذون منها عينة. جاء أحد يبي يتأكد هذه البكرة هذا البعد هذا البعير ياخذ العينة من البكرة وعلى طول على المستشفى يشوفون العينة. اي على ذا البعير موثق سلالته معروفة سلالة الجميع حقها البق دي ان اي. يا سلام ما شاء الله. طبعا هنا ما ادري انتم مرجع هذا كتب على المعرض ولا؟ إيه. على المعرض ما شاء الله. منذ تأسيسه عمل نادي الإبل على إقامة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وهو مهرجان سنوي يقام في الصياهد الجنوبية من صحراء الدهناء بالمملكة العربية السعودية. هذه ساحة الفعاليات. يسهم المهرجان في الحفاظ على ساحتنا موجودة. المشرف العام على المهرجان. نعم. والداعم الاساسي سمو سيد الامير محمد بن سلمان. الله يطول عمره. الله يطول عمره. ورئاسه الشيخ فهد بن حثلين. ما شاء الله تبارك الله يطول عمره. ونعم والله في بن حثلين.